يقول: أرشدون لأخذ كتب العقيدة، وبأيهما يبدأ؟ ما هو بالمهم اختيار الكتب، الكتب ميسرة ولله الحمد كثيرة، إنما المهم اختيار المدرس الفاهم الذي يفهم العقيدة صحيحا، يفهم العقيدة الصحيحة ويدرسها، هذا هو المهم، إنك تختار المدرس، المدرس الذي يفهم الفن الذي تريده، ويحسن إلقاءه وتوضيحه. فإذا وجدت المدرس فالكتب ولله الحمد ميسرة، هذا المدرس هو الذي يختار لك الكتب التي سيدرسك ويشرحها لك. ولكن عليك على صفة العموم، عليك بكتب أهل السنة والجماعة، اختر كتب أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة السلف الصالح، مثل كتب الأئمة المتقدمين ككتاب السنة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب شرح أصول أهل الإيمان، شرح أصول الإيمان أو شرح أصول السنة للالكائي، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال، هذه كتب قديمة وكتب مأمونة جيدة، وكذلك كتب من جاء بعدهم ممن سار على نهجهم، مثل العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، ومثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحها، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه الإمام ابن القيم والحافظ بن رجب، وكتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم الله الجميع، هذه كتب تسير على منهج السلف، وفيها بيان العقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها. نعم.